اموركم مزيانه، كل شيء بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. خوتي اخواتاتي، جيت نشارك معكم واحد الفرحه اللي هي كبيره. ما يمكنش ليا انكم ساندتوني ودعمتوني في المرض ديالي، وبالدعوات ديالكم الحمد لله باش وليت الحمد لله بخير وعلى خير. ما يمكنش باش ما نشاركش معكم هذه الفرحه ديولي. الفرحه الاولى اني الحمد لله دات التحاليل، خرجت كل شيء مزيان، وجيت المحل عند وليداتي وشفت وليداتي الحمد لله لقيتهم بخير وعلى خير، وسأنفت العمل ديالي اليوم، سأنفنا العمل ديالنا الحمد لله، حليت المحل ديالي. والفرحة الثانية اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف، هي أنني من جيت المحل ديالي لقيت راسي توصلت بالكود أدسنس من شركة ديال يوتيوب. هذا الكود أدسنس الناس كتسناه بواحد الشوق كبير، وتا أنا كنت كنتسنى بواحد الشوق كبير، وكنت نورمالمون يلاه غادي نمشي لابوست البوست باش نوصي الناس اللي في البوست باش نقول لهم زعما لا جاني عيطوا ليا، وكنت غنوصي الفاكتور حتى هو ديال لا سيتي اللي عندنا باش لا جاه ما يتلفش، لان صعيب لا مشى تتلف لك ولا شي حاجه. الناس كيتسناو بواحد الشوق كبير. انا الوقت اللي جاني انا ما كنتش ما وصيت عليه لا الناس على البوستة لا الفاكتور لا حتى شي حد، يعني داكشي جا كما كنقولوا بغاف، ما عرفتش كيفاش جا، يعني بالقدره الالهيه وزعما بالدعوات ديالكم حتى نتوما. انا باغازار حتى ملي جيت لقيتو عندي في البواط بوستال، امتى جا امتى تحط الله اعلم، ما وصيت حتى حد، ما جا شي حد، يعني جا كرساله عاديه، هو ماشي رساله عاديه، تلقيتو ولقيتو تقريبا شي اموا هو محطوط عندي في البواط بوستال، يعني باش توصلت منه شي اموا دابا وهو محطوط، وحتى حد مسكين ما داها فيه ما سول فيه. بورتو هاد الناس كيتسناو بواحد الشوق كبير، والناس ديال الناس اليوتيوب هما اللي غيفهموني وغيعرفوا بان الناس كيتسناو واحد الشوق كبير امتى يجي. انا سبحان الله جا، وانا كنت مريضه نسيتو ما بقيت فكرت حتى في شي حاجه. الحمد لله ملي جيت نزلت بوت بوستا باغازا حليت لقيتو محطوط، ولقيتو بشي اموا باش جا، وانا ما سايقينش ليه الخبار. المهم هذه فرحه كبيره، هذا الكود هذا السنس المهم كلشي غادي نحلوه فيكم، لان في واحد الكود، هذاك الكود كيبقى كونفيدونسيال، يعني شي حاجه اللي كتبقى دي سكري ديالي انايا، يعني ما يمكنش يشوفهم شي حد. الناس كما كنقول الناس اللي غيفهموني اللي مشاكي في اليوتيوب غيفهموا هذا الشيء. هذا الكود كيبقى ديالي ديال اللي بحال هكا ان شاء الله، ملي غنبقى نتخلصوا ماشي دابا تنولي نتخلصوا، هو اللي غادي نتخلص به ان شاء الله. ايوا شكرا بزاف ليكم، وغنقدم لكم دابا واحد لا فيديو. هاد لا فيديو نورمالمون كنت سجلتها قبل من العيد، ليله عيد سجلتها، وكنت غادي نمونط لا فيديو من العيد من وقع لي داك المشكل. صافي مني مرات جيس من العيد انا كان وقع لي داك المشكل مرات، صافي مني مرات صافي بقى داك الشيء بقى هكاك، يلا كتب لي مسكين غادي تلاح. نخليكم على فيديو والسلام عليكم. غنقدم لكم واحد الشابه قفطان ديال واحد الكليانات، هما هذه جوهره في الحرير خدمناها بفاندا رقيقه بزاف ما عريضاش، نازله حتى لتحت، وضيس في الكمام لي تري تري رافيني تري فين، صراحة غزالة، جات متيولة تبارك الله. هذا القميص انا غنصوليكم الجلابة، لبس الجلابة معاه باش يبان. غنوريكم دابا الجلابة ملبوسة هي وجوهرة ديالها، هذه جلابة ملبسة بالقفطان ديالها، مليفة في البلون كاسي، مخدومة بالطازن النورفيجي، والعقدة الفرنسية، رباطي بليد، والتنبات، يعني الصراحة مخلطة فيها الخدمة. تسلت الصراحة لقات واحد الإقبال كبير من طرف الناس، وشتو كاع الألوان اللي خدمنا فيها، راك تلحت الفيديو مسبقا، الصراحة كلهم طلعوا بدون استثناء لون كينسك في لون، يعني هذا الرشمة أي لون حطيناها فيه جات تبارك الله غزالة. كي جات مع جوهرة ديالتها خدمة كديرة فنة بصحة مولاتها، بالصحة وراحة أمل ختي، تلبسي وتعاودي إن شاء الله وتستاهلي كل خير، إنسانة طيبة.
صراحة فن نجاة الغزالة حمقتني، أنا شخصيا عجباتني. إن شاء الله نتفيدو عليك بشي عمر ولا شي حجة إن شاء الله. أختي آمال اللي عزيز عليك تعطيه هدية، هادي ديها ليه كادو من يكون غادي العمر ولا الحج. تبارك الله طلعت رائعة. بالصحة والراحة اختي. تقدر تلبس جلابة غير بوحدها، تلبسها بوحدها راه جات فنة، تجي فنة. تقدر تلبس جلابة بوحدها، تقدر تلبس القفطان بوحدو، تلبس الجلابة والقفطان، يعني عندها ثلاثة مرات غتستغلها. بالصحة والراحة. هذا موديل آخر ديال جوهرة، هادي تي جلابو بالقفطان ديالها. نصولكم القفطان و ابخي نصولكم هو الجلاب، مخدوم براندا رقيقة بزاف، تخي 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 غافيني براندا و البريد. اليدين فيها الطيسة وكدايا غزال تبارك الله. نعطي الصحة لمولاتها ديال أخت فوزية ديال بنتها، الله يكمل عليها بخير، الله يحفظها ليها. انت الحاجه فوزيه قولي ما تهليناش اختي في بنتك. هذا القفطان غنلبسو جلابه باش تشوفو مع الجلابه كيش. هاي الجلابه دابا هي والقميص، القميص هو التحتاني. الجلابه الصراحه طلعت رائعه صراحه، شهوه منها تعشقي تلبسيها. تويبت الحي زوين، هاد التوب تا هو جديد، هادي نيت من هاد المنبر تعرفو هاد الشكل ديال هاد التوب. صراحة طلاصو زوين حرير غزال فن، تا هو كاين في لي كولوغ كيطلع زوين في اللباسي لي جي غزال. كميمات من بعد صح كتبان غزالة فنة. افتتاحات في الجناب، طلعت فنة تبارك الله وصلى على النبي، الله يكمل على مولاتها. قابلو يكون الخدمة كيفاش دايرة. لي تخي تخي غافيني، مخدوم براندا رقيقة على الشعرة، ومن الفوق مزوقة بالبريد وبرباطي بليد. قابلكم خدمة وشوف كيف دايرة. تقدر تلبس القفطان بوحدو، تقدر تلبس القفطان والجلابه، يعني تلبسهم بجوج. تقدر تلبس الجلابه بوحدها الا ما بغاتش القفطان، يعني بحال الجلابه اللي صورت قبل. هادو درتهم ليكم هكا جلابه بالقفطان ديالها، باش اللي كاين الناس اللي كيبغيو الجلابه بالقفطان. بالصحه والراحه. هادي جلابة مليفة لون البناني كيما كنقولو، صفا بارد، مخدومة بالبرونز، طازة رباطي، طلعت رائعة تا هي فنة. مخدومة هكا ومخدومة في الفتيحات من الجناب، فيها طازة في الفتاحي من الجناب.
قلب كلش في الطازه مزيان. اسميت مولات الجلابه منى؟ لطيفه. لطيفه بصحتك لطيفه اختي. صح طلعت فنه هي بالصحه والراحه لعشاق اللون الاسود. صراحه انا كيحمقني شخصيا كيحمقني الاسود، كيحمقني جلال الكحلي، كيحمقوا اي حاجه كحله، جلابه قطان فرومي كاع كلشي كيحمقني الكحل. المهم هادو جديدات كحلين بالستان دو سوا، هادو مخدومين سامبل بالسفيفه وبالطاز باللوينات. الصراحه انا ما نقول والو، حكموا راسكم على هاد الشيء. طلع داكشي راه جو فني، شوفوا هادي تاهي رائعه. الاولى مخدومه عاديه، هادي مخدومه مخزنيه جات هيايا، مخدومه بهذا الستيل هكا، من هنا غتبان اكثر. شوفكم يمات جو فنين، جيبات هكا خفاف وفي نفس الوقت حلوين. الناس اللي كيعشقوا الكحل لالا. وهنا اخواني اخواتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.